أهلا بكم. فيديو اليوم يأخذنا لعالم من الغموض والإثارة، تمتزج فيه الأساطير بسحر المكان، لنعايش واحدة من أجمل وأقدم المآثر التاريخية بالمغرب. المغارة اللي كتواجد بمدينة طنجة شمال المغرب، تحديدا بمنطقة كاب سبارتي المعروفة بأشقاط، تم اكتشافها عام 1906 للميلاد، وهي أكبر مغارة في إفريقيا. يعود استيطانها من طرف الإنسان حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. يبلغ عمق المغارة حوالي 30 متر في عمق الجبل. بمجرد الدخول إليها يأخذك الغموض والإثارة من شكلها وآثارها المدهشة، وتتناهى إلى مسامعك أصوات حركات المد والجزر وتلاطم الأمواج بالصخر وإيقاع الرياح مشكة معزوفة من وحي الطبيعة. وكلما تقدمت أكثر نحو الداخل، ستتفاجأ من نافذة مطلة على البحر شبيهة بخريطة القارة الإفريقية. ثمة روايات كثيرة حول تسمية المغارة بهذا الاسم، كلها حول هرقل. تقول الروايات أن هرقل استوطن المغارة ومنها كان يحارب قراصنة البحر. وتحكي الروايات أيضا أن إفريقيا كانت متصلة بأوروبا، وتفصل هذه المنطقة البحر المتوسط عن المحيط الأطلسي. وفي إحدى غضبات هرقل ضرب الجبل فانشقت القارتان وانفصلت عن بعضهما البعض. وتقول الروايات أيضا أن هرقل زوج ابنه لإحدى بنات نبطون، وأنجب طفلة جميلة أطلقوا عليها اسم طنجس، ومنها جاءت تسمية مدينة طنجة.
من أهم الشخصيات اليونانية القديمة وأعظم القادة في التاريخ، وواحد من الملوك الذين حكموا الإمبراطورية البيزنطية. زاد أفلافيوس أغسطس هرقل عام 575 للميلاد، عين الإمبراطور البيزنطي موريوس نائبا له على مملكته بشمال إفريقيا. قبل أن يصل إلى الحكم عام 602، قام هرق بمجموعة من الحروب والمعارك ضد الفرس الساسانيين اللي انتصر عليهم واستطاع يرجع الإمبراطورية البيزنطية القوة والهيبة ديالها. قبل أن تظهر قوة جديدة في شبه الجزيرة العربية وهي الدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاض مجموعة من المعارك قبل أن يستسلم هرق وانتصرت الدولة الإسلامية.
أهم الشخصيات التي زارت المغارة: رئيس الوزراء الإسباني سابقا خوسي رودريغيز زاباتيرو، وزير خارجيته ميغيل أنخير موراتينوس، والكاتب الأمريكي الشهير بول بولز، صديق الكاتب المغربي محمد شكري. وكذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقضي عطلته بقصره المتواجد هناك بجانب المغارة. كما زارت المغارة مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة في الفن والسينما والرياضة وغيرهم، ويتوافد عليها آلاف الزوار من كل بقاع العالم.